نحمده. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فقد أنصفك من نفسه جدا، وأنصف نفسه أيضا من دعاك عند التنازع إلى الحكم العدل الذي لا يحيد عن الحق ولا يحابي، ولا يوصف بجور ولا يلحقه ظلم. من دعاك عند التنازع إلى الله رب العالمين ورسوله، إلى كتاب الله جلت قدرته، وسنة نبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وكيف يكون ظالما وكيف يعد جائرا من يردك إلى الله رب العالمين ورسوله الأمين صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ولقد أثارت الخطب التي مرت كثيرا من السؤالات، وهيجت بعض الموجدة، وبان أن الأمر يحتاج إلى مزيد من الوضوح وإلى مزيد من البيان. وقد أخرج الإمام مسلم رحمه الله في صحيحه بسنده عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إن مثلي ومثل ما بعثني الله به كمثل رجل أتى قومه فقال: يا قوم، إني رأيت الجيش بعيني وإني أنا النذير العريان فالنجاء. النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يضرب هاهنا مثلا حسيا، فيه صوت وحس وحركة وبيان. مثلي ومثل ما بعثني الله به كمثل رجل أتى قومه فقال: يا قوم، إني رأيت الجيش بعيني وإني أنا النذير العريان. وكان الرجل إذا خرج طليعة لجيش فرأى خطرا خلع ثوبه، فأخذ
يليح به من بعيد حتى يراه الناظر قبل أن يسمعه السامع، حرصا على البلاغ والبيان. وإني أنا النذير العريان فالنجاء، فانجو نجاء، أو هو ينصبه على الترغيب. يقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: فأطاعه طائفة من قومه فأدلجوا فمشوا فمضوا على مهلتهم حتى نجوا، وعصاه ولم يطعه طائفة أخرى فضلوا مكانهم فأصبحوا على أماكنهم، فصبحهم الجيش فاجتاحهم، يعني فاستأصلهم. فذلك مثل من أطاعني واتبع ما جئت به، ومثل من عصاني وكذب ما جئت به من الحق. قسم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم الناس على حسب القبول والرد لما جاء به من عند ربه قسمين: فقسم أخذ واتبع وسار فاهتدى وأدرك النجاة كما أخبر الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وقسم توانى وتضاطأ وكذب وعصى فأصبحوا على أماكنهم فصبحهم الجيش فاجتاحهم. وقد أخرج الإمام أحمد وابن ماجه وكذا الحاكم في المستدرك عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ستكون سنوات خداعات يكذب فيها الصادق ويصدق فيها الكاذب ويؤتمن فيها القائن ويخون فيها الأمين وينطق فيها الرويبضة. قيل: وما الرويبضة يا رسول الله؟ قال: الرجل التافه يتكلم في أمر العامة. وهذا حديث صحيح يبين فيه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن من السنين ما سيكون لا قادعا بنفسه وإنما هو قادع بأهله، سنوات خداعات كالمطر الخلب والسحاب العارض يظن ممطرا وليس من ورائه ماء، أو كالريق الذي جف فقد خدع الريق إذا جف. فكذلك هذا الموصوف من الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ستكون سنوات خداعات يكذب فيها الصادق ويصدق فيها الكاذب ويؤتمن فيها الخائن ويخون فيها الأمين. انقلاب كامل في المعايير، وانبهام كامل في المعالم، واختلاط كامل في السبل، وينطق فيها الرويبضة. والرويبض هو تصغير الرابض الذي قعد فالتصق بالأرض ولم يتطلع إلى معالي الأمور، وزيدت فيه تاء مبالغة. يقول الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم: وينطق فيها الرويبضة. قيل: وما الرويبضة يا رسول الله؟ قال: الرجل التافه يتكلم في أمر العامة. والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أرسله الله رب العالمين هاديا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. وأدى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم الأمانة التي حملها، وبلغ البلاغ المبين، وجعل الأمة كما في حديث العرباض بن سارية رضي الله عنه: على البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. فالرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم كما يخبر عن نفسه: ما علم أمرا من أمور الخير إلا ودل عليه،
ولا علم أمرا من أمور الشر إلا وحذر منه. نعود، إن بعض الأفاضل من إخواننا طرحوا سؤالات وراجعوا مراجعات، وكل ذلك كان يدور حول بعض النصوص، فمنها هذا الحكم الذي مر ذكره مؤيدا بالأدلة من الكتاب والسنة على وجوب لزوم المحجة وعدم الاستعجال في الأرض، هذا الحكم الذي تعلق بالمظاهرات والمسيرات. وطرح أحدهم بارك الله فيه دليلا ما أخرجه أبو نعيم في الحلية، وكذلك أخرجه أبو نعيم أيضا في دلائل النبوة بسند واحد في المصدرين كليهما، عن عمر بن الخطاب رضوان الله عليه قال: ألقى الله رب العالمين الإسلام في قلبي فقلت: الله لا إله إلا هو خالق السماوات والأرض، وما نسمة هي أحب إلي من نسمة محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فقلت: أين أجد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم؟ فقالت: أختي هو في دار الأرقم ابن أبي الأرقم عند الصفا. قال: فذهبت والقوم جلوس بداخل ومعهم الحمزة عم رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم هناك، فضربت الباب فانجمع القوم، لأن عمر رضوان الله عليه قبل إسلامه كان شديدا على المسلمين جدا، حتى إن أم عبد الله بنت حثمة رضي الله عنها مع زوجها عامر ابن ربيعة كانت تعد الرحل من أجل الضرب في الأرض مهاجرة بدينها مع زوجها فرارا من الأذى، وكان عامر زوجها قد ذهب لبعض حاجته، فجاء عمر رضوان الله عليه وكان ما زال مشركا، فلما رآها تعد الرحل والزاد قال: أهو الانطلاق يا أم عبد الله؟ قالت: آذيتمونا وقهرتمونا، فلنضربن في أرض من أرض الله حتى يجعل الله لنا مخرجا. قالت: فقال: إذن صحيبكم الله يا أم عبد الله. قالت: ووجدت له رقة لم أكن أعهدها فيه قبل. ومضى عمر لشأنه وجاء عامر لحاجته، فقلت له: إن عمر قال كذا وكذا ووجدت منه كذا وكذا. قال: لك أنك طمعت في إسلامه، أما والله لا يسلم هذا الذي جاءك حتى يسلم حمار الخطاب، لا يسلم حتى يسلم حمار الخطاب. فكان شديد الأذى على المسلمين وعلى الإسلام قبل إسلامه رضي الله عنه. فلما ضرب الباب على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ومعه أصحابه وفيهم حمزة رضوان الله عليهم جميعا، خرج النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إليه، قال: فجمع علي ثوبي ثم نترني نترة شديدة، فما تمالكت أن وقعت على ركبتيه، فقلت: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أنك رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال: فكبر القوم بالداخل حتى سمع صوت تكبيرهم بالمسجد. قال عمر رضوان الله عليه كما يروي أبو نعيم في مصدريه بالإسناد الواحد فيهما، قال: قلت: يا رسول الله، أولسنا على الحق إن متنا وإن حيينا؟ قال: قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: والذي نفسي بيده إنكم لعلى الحق إن متتم وإن حييتم. قلت: فلما الاختباء إذن؟
قال: فأخرجنا في صفين، على أحدهما الحمزة وأنا على الآخر، لنا كديد كالكديد الطحين، يعني ما يتصاعد من الطحين عند طحنه من هذا الغبار ومن هذا الهباء، يسيرون وإنهم ليثيرون بأقدامهم في مشيتهم مثل هذا الغبار ومثل هذا الهباء. قال: حتى دخلنا المسجد، فلقد رأيت في وجوه قريش كآبة ما رأيتها في وجوههم قبل. هذه هي القصة التي دفعها أخونا الفاضل حفظه الله رب العالمين وهداني وإياه، لكي يدلل على أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بنفسه سير مظاهرة وكان على رأسها، وجعل صفين على أحدهما الحمزة وعلى الآخر عمر رضوان الله عليهما. وإذا ما نظرت كما هي قاعدة أهل العلم، إن كنت مدعيا فالدليل، وإن كنت ناقلا فالصحة. إذا ما نظرت كما هي قاعدة أهل العلم الشريف في إسناد هذه القصة، وجدت في إسنادها إسحاق بن عبد الله بن أبي قروة، إسحاق بن عبد الله بن أبي قروة، وأخرجها أيضا في تهديد الكمال المزي الإمام الحافظ رحمة الله عليه بذات الإسناد، وقال: إن إسحاق بن عبد الله بن أبي قروة في هذا الإسناد أيضا في ذكر هذه القصة في تهديد الكمال. ثم انظر إلى أقوال العلماء في هذا الرجل. يقول النسائي فيه: إنه متروك، متروك الحديث. ويقول الحافظ ابن حجر رحمة الله عليه: إن النسائي لا يترك راويا إلا إذا أجمع أهل الجرح والتعديل على تركه، وإلا إذا أجمع العلماء على تركه وطرحه. وأما البخاري فيقول في الضعفاء الكبير تركوه، وكذلك قال الدارقطني: إنه متروك. وأما يحيى بن معين فيقول: هو لا شيء كذاب، وكذلك قال ابن حبان، وكان الإمام أحمد رحمة الله عليه لا يعده شيئا. وكذا ذكر ابن عدي في كامله أنهم تركوه، وذكر أنهم رموه بالكذب. وإذا فالقصة باطلة والخبر موضوع، فأين الحجة هاهنا؟ النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لم يخرج صفين ولا ثلاثة، ولم يخرج الحمزة على صف ولا صفين، ولا كذلك عمر، ولم يكن من ذلك شيء، وإنما هو خبر باطل موضوع مكذوب على الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فأين تقوم بالكذب حجة؟ وكيف تقوم بالباطل بينة؟ والباطل هو الباطل، والكذب هو الكذب في دين الله رب العالمين. والآن إذا ما نظرت إلى هذا الأمر، علم أنه لو كان الداعي إلى تسيير تلك المسيرات والتظاهر بتلك المظاهرات غير من يدعي أو من يقول أو من ينتسب إلى دين الإسلام العظيم، وغير من يدعو إلى تحكيم شريعة رب العالمين، ما التفتنا إليه في كثير ولا قليل. ولكن لأنه يدعى إلى ذلك باسم الإسلام العظيم، فقد قامت الأسباب من أجل النظر في ذلك ومن أجل تناوله. أولا لأنه نصيحة لله رب العالمين ولعباده الصالحين في أرضه، ودين النصيحة كما قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وأيضا لأنه إذا كان الإنسان يدعى إلى الخروج في أمثال هذه الأمور، وقد يترتب على خروجه على هذا النحو أن يقتل وأن يموت، أفلا يحق له أن يراجع وأن يتثبت؟ أإذا ما مات كان دمه هدرا أم كان عند الله شهيدا؟ أو يلقي المرء بنفسه في مثل هذه المهلكة
على هذه التهلكة من غير أن يكون على يقين كامل أنه مجاهد في سبيل الله جلت قدرته، وأنه إذا ما مات كان شهيدا عند الله رب العالمين. هذا أمر أيضا، هذا الإطار الذي يطرح فيه أمثال تلك الأمور إنما هو إطار من أجل الإصلاح، والإصلاح المجرد على إطلاق، والإصلاح المطلق هكذا يدعيه كل إنسان ويريده كل ذي عقل. والآن ما هو الإصلاح الذي يراد؟ لا بد من تقييده بقيد، ولا بد من بيانه بمفهوم، وإلا فإن الإصلاح يريده الذين ينتمون إلى الديمقراطية مثلا، وكذلك الليبراليون ينادون بالإصلاح، والعلمانيون ينادون في ذات الإطار وفي ذات المسيرة بالإصلاح، وكذلك الشيوعيون ينادون بالإصلاح. أفيكون الإصلاح المبهم، الإصلاح الذي لا يقيد بأنه إصلاح على دين الله رب العالمين ومن أجل تحكيم شرع الله رب العالمين معلنا؟ فإذا ما أعلن على هذا النحو انفض كثير من أولئك الخارجين في أمثال تلك التظاهرات عن الخارجين لو نادوا بهذا الشعار. فلما يحجب إذن عن النداء به؟ ولما يدعى القوم إلى الخروج من أجل الإصلاح؟ ومن أجل ماذا؟ من أجل الديمقراطية. وما الديمقراطية؟ إنها دين وافد يريد الغرب ترويجه، ولا يمكن أن يستأصل من قلوب المسلمين دين الله رب العالمين إلا بتمكين هذا الدين في قلوب المسلمين. إنها خدعة من الخدع الكبرى التي يروج لها في العالم اليوم، وهي من مكر الشيطان الرجيم. ومن الغريب أن يكون هنالك من يدعو إلى تحكيم الشريعة وهو يدعو في الوقت نفسه إلى نقضها ونقيضها، لأن الديمقراطية إنما هي حكم الشعب بالشعب، وأول من عرفها وروج لها أفلاطون، وهو من بقايا أولئك المفكرين الذين ينتمون إلى تلك الحضارة اليونانية الوثنية القديمة المتعفنة المتهرئة، التي لا تؤمن بأن السماء نزل منها وحي على الأنبياء، بل إنه هو كان يرى أنه لا يمكن أن يتصل الكامل بالناقص أبدا، فكان ينكر وجود الأنبياء. وإذا فما تقول إذا كانت الأغلبية قد أجمعت على حسب قواعد الديمقراطية المنافية لدين خير البرية صلى الله عليه وعلى آله وسلم، كيف إذا أجمعت على أن تكون الإباحية بقانون، وعلى أن يكون السكر بقانون، وعلى أن يكون الخمر، وعلى أن يكون الزنا بقانون؟ كيف بالله عليه إذا ما أجمعوا على ألا يكون حكم لدين الله رب العالمين في الأرض، لا في المجتمع ولا في سواه؟ إذا ما أجمعت الأغلبية على ذلك، أو إذا ما وصل التصويت إلى الأغلبية فرض الرأي حينئذ بقانون، فأي شيء هذا إذن؟ أيمكن أن يعرض دين الله رب العالمين لأن يكون ألعوبة في أيدي الخلق؟ والله رب العالمين أرسل محمدا صلى الله عليه وعلى آله وسلم بهذا الشرع الخاتم من أجل أن يحكم الناس في الأرض بدين الله رب العالمين، لا أن يكونوا حاكمين على دين الله رب العالمين. كيف إذن يخرج الناس مطالبين بالإصلاح على هذا النحو، وهي ديانة تتنافى مع دين الإسلام العظيم، وهي هادمة وناقضة لدين الإسلام العظيم؟ والله رب العالمين لم يجعل شرعه في حاجة إلى زبالات الأفكار وقمامات تلك الأفكار الهابطة المدنسة. والله رب العالمين جلت قدرته جعل الأمر واضحا، وجعل محمدا صلى الله عليه وعلى آله وسلم داعيا إلى دينه ببينة ووضوح. ولم يقبل الرسول صلى الله
الله عليه وعلى آله وسلم الحكم عندما عرض عليه، ثم بعد ذلك يحمل الناس على الدين في الأرض. وإنما كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم صابرا لأمر ربه في أرضه لا يستفز. الله رب العالمين أمره أن لا يستخفه الذين لا يؤمنون، فكان ثابتا وراسخا صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ما زال يدعو إلى الله رب العالمين على بصيرة هو ومن معه، حتى مثل الله رب العالمين لدينه في أرضه. وإذا فهذا الذي نراجع فيه إنما هو مبني على قواعد الشرع، فإذا ما جاء في دين الله رب العالمين أمر بهذا الذي إليه يذهبون، فسنكون أول من يخرج معهم، ولكن هيهات، فإن دين الله رب العالمين كما قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم واضح لا لبس فيه ولا التواء ولا غموض، تركتكم على البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. والرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم بين لنا أن النجاة فيما كان عليه وأصحابه رضوان الله عليهم جميعا، والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أخبر أن من تمسك بما كان عليه الصحابة رضوان الله عليه وهو بينهم صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقد حاز أجرا عظيما وتحصل على فضل كبير، حتى إن الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا يخبر أن من كان كذلك ثابتا في أيام الصبر على ما كان عليه أصحاب محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم فله أجر 50 من أصحاب النبي الأمين صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وإذا فهذا الذي يتبع به أخونا الفاضل حفظه الله رب العالمين ورعاه من أمثال تلك الظواهر التي تقع في كون الله رب العالمين، يقول أو يعجبك أن يدنس المصحف، أو يعجبك أن تنتهك حرمات المسلمين، ولا يعجب أحدا قط لا عاقلا ولا مسلما لا يعجبه أبدا أن يقع شيء من ذلك، ولكن إن الذي سمعت إنما هو جزء مما يجري غيلة وخفية، وإن الذي علمته لم يكن مفاجأة، وما تقول في قوم لا يؤمنون بالكتاب الذي يعتدون على حرمته، أو كنت تظن أنهم يحملونه على حبات عيونهم أو في سويداوات قلوبهم، ما تقول في قوم هم به كافرون، ولكن إذا ما أردت أن تعالج فعالج علاجا صحيحا، فإن العلاج الصحيح لا ينصب على إزالة العرض وإنما على استئصال سبب المرض. فهذه قاعدة من القواعد البدهية التي تدركها العقول فطرة من غير تعلم. وأزيدك بمثل مادي محسوس، فإن الإنسان إذا ما أصيب مثلا بارتفاع في ضغط العين فإنه لا يمر عليه طويل زمان حتى يصاب بالعمى إن لم يعالج، نسأل الله العافية لنا ولكم أجمعين. ولكن إذا ما جاء معالج جاهل لأن العرض الذي يكون فعالا حينئذ وداعيا على ما وراءه، هذا العرض إنما هو الصداع الذي يكاد يفلق الرأس فلقا، فهذا الصداع هو الشكوى التي يشكو منها المريض عند بداية المرض حتى استفحاله وحتى ذهابه بنور العينين. هذا الذي يحدث إذا ما عولج على أنه مرض وعولج الأمر على أنه صداع، فعولج بأقوى ما يمكن أن يكون مهدئا أو قل منومة، فإن المرء يستيقظ بعد حين على عمى كامل شامل محيط. وأما إذا ما عولج الأمر في أصله ذهب العرض بفضل الله رب العالمين. وهذا الذي تراه في دنيا الله رب العالمين من انتهاك المقدسات والاعتداء على الحرمات ليس مرضا في ذاته، وإنما هو عرض لمرض. وأما المرض فهو أن المسلمين حادوا عن النهج المستقيم، أما المرض فهو أن
المسلمين على غير سبيل. أما المرض فهو أن المسلمين لم يتمسكوا بالأمر العتيق. أما المرض فهو أن المسلمين يعالجون الأعراض والأعراض لا تنتهي ولا يلتفتون إلى أصل الداء وهو واحد، تجريد التوحيد لله رب العالمين وتجريد المتابعة للنبي الأمين صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وهو أمر واضح لا لبس فيه ولا التواء ولا غموض، وهو أيضا سهل ميسر لمن يسره الله رب العالمين له. ولكن أن يدافع الإنسان هاهنا وأن يدافع الإنسان هاهنا فهذا أمر علمه أعداء الإسلام فأخذوا يشغلون المسلمين عن أمور جوهرية أصلية بأمثال هذه الأمور التي يخرجونها حينا فحينا. النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أخبرنا أنه ينبغي علينا أن نكون مستبشرين، وهذا مسلم رحمة الله عليه يخرج في صحيحه بسنده عن عائشة رضوان الله عليها قالت إن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال لا يذهب الليل والنهار حتى تعبد اللات والعزى. يا للمصيبة، يقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا يذهب الليل والنهار حتى تعبد اللات والعزى. قالت عائشة رضوان الله عليها يا رسول الله إن كنت لأظن إذ أنزل الله رب العالمين قوله هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله أن ذلك تاما. فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إنه سيكون من ذلك ما شاء الله. وإذا فالتمام الذي وعد به النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من ظهور الإسلام على جميع الأديان ظهورا معنويا عقليا بالحجة واليقين والبرهان، وظهورا ماديا بالحكم في أرض الله رب العالمين على قواعد الإسلام العظيم، هذا الظهور بتمامه لم يتحقق جملة إلى الآن، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أخبر إنه سيكون من ذلك ما شاء الله. وقد يظن ظان أن ما وقع من أمر الفتوح والانتشار الذي كان على عهد الخلفاء الأخيار والملوك الصالحين من ملوك الإسلام أن ذلك قد تحقق على حسب الوعد الإلهي المضروب في الآية الكريمة وعلى حسب ما جاء به محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم في قوله إنه سيكون من ذلك ما شاء الله. ولكن الحق أن ذلك لم يحدث بعد على النحو الذي جاءت به الآية ولا على النحو الذي دل عليه الحديث الصحيح الذي يرويه مسلم في صحيحه بسنده عن ثوبان رضوان الله عليه قال قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إن الله زوى أي جمع لي الأرض حتى رأيت مشارقها ومغاربها وإن ملك أمتي سيبلغ ما زوي لي منها. النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في معجزة من معجزاته التي أكرمه الله رب العالمين بها يخبر أن الله جمع له الأرض حتى نظر في المشارق والمغارب بنظرة واحدة، فإذا الملك لدين الله رب العالمين في الأرض قد بلغ ما جمع للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في تلك النظرة. والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يخبر عن ربه وهو الصادق المصدوق، ولم يتم ذلك على تمامه إلى اليوم، بل إن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كما في الحديث الصحيح الذي أخرجه الإمام أحمد رحمة الله عليه في مسنده يقول إن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قد أخبر أنه لن تزول الدنيا حتى يدخل الله رب العالمين هذا الإسلام في كل بيت، في كل أهل بيت مدر وغبر، في أهل كل بيت مدر وشعر، لن يكون بيت مما يبيت فيه الناس ومما تصح فيه بيتوته إلا وأدخل الله رب العالمين فيه دين الإسلام بعز عزيز أو بذل ذليل، كما يقول
النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عزا يعز الله به الإسلام وذلا يذل الله به الكفر. فهذا الذي ذكره الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم لم يحدث إلى اليوم، وهو حادث لا محالة، ولتعلمن نبأه بعد حين. إن الدين هو دين الله رب العالمين، والذي يطلب من الإنسان هو بذل المجهود دون النتيجة. ولا عليك، فإن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كما في الحديث المتفق على صحته أخبر أنه يأتي النبي يوم القيامة وليس معه أحد، أفلا يكون عظيم الأجر عند الله رب العالمين ولم يتبعه ممن أرسل إليه من قومه أحد؟ إنه لموفور الأجر عظيم الفضل بأمر الله رب العالمين، إنما بذل الجهد على النحو، إنما هو تصحيح القصد بتصحيح الإرادة وإصلاح النية، ثم باتباع المنهج الأحمدي والأخذ بالسبيل الأرشد وراء النبي المختار صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ولا عليك من النتائج، فإن الله رب العالمين يفعل ما يشاء ويحكم بما يريد. النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أخبرنا أنه يأتي النبي يوم القيامة وليس معه أحد، نبي من الأنبياء السابقين يدعو إلى الله رب العالمين، وهو قدوة سلوكية في ذاته، ومعه منهج موحى به من الله رب العالمين، فلا نقص فيه ولا اضطراب ولا خلل. ثم هو مؤيد من عند الله رب العالمين، مكلف بالنذارة والبشارة لمن أرسل إليهم، ويظل ذائبا في سعيه بدعوته بين من أرسل إليهم، فلا يستجيب له أحد. لا عليه، إنه قد أدى الذي عليه، وإنه قد مضى إلى ربه حميدا رشيدا، وإن أجره عند الله رب العالمين لموفور. النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يخبرنا بمثل هذا من أجل أن نكون عاملين بصدق على المنهج الحق. وأما النتائج فلا عليك من النتائج، كن موفقا وكن صحيح الاعتقاد وكن راشدا في الأخذ وفي العطاء، ثم لا عليك ولا تلتفت إلى النتيجة. ما كنت مؤديا عملا على النحو الذي ضبطه الشرع بقانونه كتابا وسنة، وهذا نوح عليه الصلاة والسلام ظل يدعو إلى الله رب العالمين قومه 1000 سنة إلا 50 عاما، فهذا عمره في دعوته إلى الله رب العالمين قبل الطوفان، يقول لهم قولوا لا إله إلا الله تفلحوا، كما قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. إلى هذه الكلمة تكون الدعوة إلى الله رب العالمين، لأنه ما من نبي نبئ ولا رسول أرسل إلا وهو يقول لقومه اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، وهي تساوي لا إله إلا الله، وهي التي حاد عن مضمونها ومعناها وعن شروطها ومبناها وعن قواعدها حفظا ورعاية وعن نواقضها بعدا عنها واجتنابا للوقوع فيها جملة المسلمين عامة إلا من رحم الله رب العالمين. وعليه فالتكتل لا يكون إلا حول هذا المنهج، حول التوحيد الذي جاء به محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ونوح ظل يدعو إلى ربه قومه 1000 سنة إلا 50 عاما، يقول الله رب العالمين في حصيلة ما تحصل عليه بعده وما آمن معه إلا قليل. فهذه حصيلة 1000 سنة إلا 50 عاما في الدعوة إلى الله رب العالمين من نبي من أولي العزم الكبار الراشدين، من 5 الكبار الراشدين من أولي العزم، ومع ذلك وما آمن معه إلا قليل كما أخبر الله رب العالمين. فهل في هذا من عاب؟ هل في هذا ما يعيب نوحا عليه الصلاة والسلام؟ لقد بذل جهده وأدى الذي عليه ولقي ربه حميدا رشيدا صلى الله عليه وعلى نبينا وسلم. وإذا فإن الذي يطلب من المسلم هو أن يكون منضبط الاعتقاد سليم المنهاج، منضبط الاعتقاد سليم المنهاج، فإذا ما كان ذلك كذلك فهو النصر بإذن الله رب العالمين. وأما الإسلام فليس الإسلام في محنة، ما كان يوما ولن يكون، ما كان الإسلام
ولن يكون في يوم من الأيام في محنة أبدا. الإسلام دين الله، والله رب العالمين أخذ على نفسه العهد والميثاق لينصرنه وليعلينه فوق الأديان كلها وفوق المناهج جميعها، وليبلغنك ما قال الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ما بلغ الليل والنهار، ليبلغن هذا الدين ما بلغ الليل والنهار. ولن يبقي الله رب العالمين ولن يترك بيت قوم اتخذوه من مدر أو اتخذوه من وبر إلا أدخله الله رب العالمين هذا الدين بعز عزيز أو بذل ذليل. بل إن النبي الكريم صلى الله عليه وعلى آله وسلم دلنا على بشرى هي أعظم مما مر في ذلك الحديث الذي أخرجه الإمام أحمد والدارمي في سننه، وكذلك أخرجه الحاكم في المستدرك بإسناد صحيح عن أبي قبيل رحمه الله قال: كنا جلوسا قعودا عند عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما، ثم إن رجلا سأل عبد الله فقال: أي المدينتين تفتح أول، القسطنطينية أم رومية؟ ورومية هي روما عاصمة دولة إيطاليا اليوم، هذه يسأل عنها الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وكانت تدعى في زمانه رومية. فقال قائل للنبي صلى الله عليه وسلم ذات السؤال الذي سئله عبد الله بن عمرو رضوان الله عليهما، فقام عبد الله فدعا بصندوق له حلق فتتحوا فأخرج منه صحيفة، فقال: كنا قعودا عند النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فسأله سائل: أي المدينتين تفتح أول، قسطنطينية أم رومية؟ فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: مدينة هرقل تفتح أولا، يعني قسطنطينية. فأخبر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن ذلك قبل فتحها بما يزيد على 800 عام، عندما فتحها محمد الفاتح العثماني رحمة الله عليه. فكان الأمر كما أخبر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، والثانية بالأثر، ولتعلمن نبأه بعد حين، ولكن على النهج الذي جاء به سيد المرسلين صلى الله عليه وعلى آله وسلم، حتى لا تستفزنا الخطوب، وحتى لا تؤثر فينا الضغوطات. من أجل أن نخرج على الإطار علينا أن نلتفت إلى سنة النبي المختار صلى الله عليه وعلى آله وسلم. يوضح لنا نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن النجاة كل النجاة، وأن الفرقة الناجية التي ينجيها الله رب العالمين دنيا وآخرة إنما هي التي تكون على ما كان عليه الأصحاب. فعليك أخي الحبيب بالأمر العتيق، ودعك من بنيات الطريق، عسى الله رب العالمين أن يهدي المسلمين جميعا إلى سواء الصراط المستقيم، إنه على كل شيء قدير. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له هو يتولى الصالحين، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم صلاةً وسلامًا دائمين متلازمين إلى يوم الدين. أما بعد، فإذا تعلق الأمر بالإسلام وهو أغلى من اللحم والعرض والعصب، بل إنه لا يعرف عرض ولا شرف ولا تعرف حياة كريمة إلا به، إذا تعلق الأمر بالإسلام مسخا وتشويها، فينبغي على كل صاحب حجة أن يقول وأن يتكلم، لأن الإسلام يتعرض إلى مسخ وتشويه، فيعرض على أن هذا المعروف هو دين الله رب العالمين، وليس هو الذي جاء به محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فإذا ما اختلطت المناهج هكذا من أرضية وضعية
ومن وثنية شركية، ومما لا يقبله الله رب العالمين ولا يرضاه نبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم بالإسلام لحما ودما، فقل لي بربك كيف تكون الفتنة الواقعة حينئذ على جملة العالم لا على المسلمين وحدهم. ينبغي على صاحب كل حجة أن يدفع بحجته في وجه هذا المسخ والتشويه، لأن دين الإسلام واضح لا لبس فيه ولا قضوع، وهو لا يحني الرأس أبدا. الدين دين الله، والناصر للدين هو الله رب العالمين، وما على المسلمين إلا أن يؤدوا ما عليهم، وأما النتائج فلله رب العالمين يأتي بها كيف ما يشاء وحسب ما يريد. الله رب العالمين ناصر دينه لا محالة. والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أخبرنا أن السبيل واحد، كما في حديث عبد الله بن مسعود رضوان الله عليه، إذ قعد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فخط على الأرض خطا مستقيما، وجعل على جانبيه خطوطا قصارا، ثم قال: هذا سبيل الله وهذه سبل، على رأس كل منها شيطان يدعو إليه. الله رب العالمين جعل الحق واحدا، والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بين لنا ضبط النسبة بين الوسيلة والغاية، حتى لا تستفزنا الخطوط، وحتى لا نعود إلى أمور موهومات. لا بد من ضبط النسبة بين الوسيلة والغاية، لأن الله رب العالمين جعل للوسائل أحكام المقاصد، وكما أن الغاية ينبغي أن تكون واضحة وأن تكون شرعية وأن تكون مجازة، فكذلك الوسيلة ينبغي أن تكون شرعية وينبغي أن تكون واضحة وينبغي أن تكون مجازة من قبل الشرع يقوم عليها الدليل. والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ما كان ليدع مثل هذا الأمر العظيم هكذا من غير ما ضابط ولا خطام ولا زمام، وإنما وضحه لنا نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ووصف لنا الأحوال التي تتأتى من تلك الفتن الخابطات ومن تلك الظلمات المدلهمات، وبين لنا نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن نهجه كالجادة في الطريق البيضاء في وسط تلك الظلمات، لا يزيغ عنها إلا هالك، ولا يحيد عن سواء الصراط إلا متهاتت في النار، كما أخبر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قائم على شفير جهنم يأخذ بحججنا أن نتهافت في النار ونحن نغلبه، ونأبى إلا أن نتساقط فيها. علينا أن نعود إلى الأمر العتيق، إلى ما كان عليه أصحاب محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وعلينا أن لا نتخالف ولا نتنازع، وعلينا أن نكون واعين لما يبيت لنا، فإن الذباب وحده هو الذي يمشي على المنطق المهلك حقا، فإن الذباب إذا ما رأى العسل قال: من يوصلني إليه وله درهمان؟ فإذا ما وصل إليه فوقع فيه قال: من يخرجني منه وله أربعة؟ إذا رأى الذباب العسل تهافت عليه، إذا ما كان هذا الأمر بهذه الصورة ودس السم في جوف تلك الحلوى التي تقدم، فينبغي على المسلمين أن يكونوا واعين، وبخاصة إذا كانوا ممن يدعي أنه يفهم الواقع ويقدر الظروف، وعلى المرء أن يتعلم من تجارب الآخرين، وعلينا أن لا نغامر بمستقبل أمة، وعلينا أن لا نغامر بمستقبل الإسلام، لأن مصر حجر زاوية في دين الله رب العالمين، فإذا لا قدر الله رب العالمين أصابها في السويداء مكروه مما يمس دين الإسلام العظيم، فإن النظام ينفرط على المستوى كله إلا أن يشاء ربي شيئا، فعلينا أن لا نغامر بمستقبل هذا الدين. وقد خلقنا الله رب العالمين وشاء وقدر أن نكون في هذه الحقبة المضطربة من الزمان، فعلينا أن نكون متثبتين، وعلينا أن نكون واعين، وأن نأخذ بالأمر العتيق، وعلى المرء أن
يتثبت لدينه فوق ما يتثبت لجسده، لأن الإنسان إذا مرض بحث عن الطبيب الحاذق، فإذا ما مرض في دينه وقلبه لم يبحث عن أحد وأخذ من كل أحد وسار وراء كل ناعق، وهذا أمر مخوف حقا. فنسأل الله أن يسلمنا والمسلمين أجمعين. اللهم اهدنا واهد المسلمين أجمعين، وارحمنا وارحم المسلمين أجمعين. اللهم سلم وطننا وجميع أوطان المسلمين. اللهم سلم وطننا وجميع أوطان المسلمين. اللهم سلم وطننا وجميع أوطان المسلمين، واحفظ ديارنا وجميع ديار المسلمين. اللهم ألف بين قلوب المسلمين، ألف بين قلوب المسلمين. اللهم اجمع شمل المسلمين، اللهم اجمع شمل المسلمين، اللهم اجمع شمل المسلمين، ووحد صفوف المسلمين، وألف بين قلوب المسلمين، واستر عورات المسلمين، وآمن روعات المسلمين، واحقن دماء المسلمين. اللهم احقن دماء المسلمين، احقن دماء المسلمين. اللهم فهمنا حقيقة الدين، فهمنا حقيقة الدين، وأذقنا برد اليقين، وأذقنا برد اليقين. اللهم فهمنا حقيقة الدين، وأذقنا برد اليقين. اللهم ارزقنا الإخلاص، اللهم ارزقنا الإخلاص، اللهم ارزقنا الإخلاص، اللهم ارزقنا الإخلاص. اللهم أجرنا من النفاق، أجرنا من الرياء، أجرنا من الرياء، أجرنا من الرياء، أجرنا من السمعة. اللهم أجرنا من السمعة، اللهم أجرنا من السمعة، اللهم أعذنا من النفاق، أعذنا من النفاق، أعذنا من النفاق. اللهم أعذنا من الرياء، أعذنا من الرياء. اللهم ارزقنا الإخلاص، ارزقنا الإخلاص، ارزقنا الإخلاص. اللهم ارزقنا الإخلاص، اللهم ارزقنا الإخلاص. اللهم هيئ لهذا الوطن أمر رشد يعز فيه أهل الطاعة، ويذل فيه أهل المعصية، ويقضى فيه بكتابك وسنة نبيك صلى الله عليه وعلى آله وسلم. اللهم هيئ لهذا الوطن أمر رشد يعز فيه أهل الطاعة، ويذل فيه أهل المعصية، ويقضى فيه بكتابك وسنة نبيك. اللهم سلم وطننا من مضلات الفتن، اللهم سلم وطننا من مضلات الفتن ما ظهر منها وما بطن، وسلم جميع أوطان المسلمين. اللهم طهر أرض الإسلام من الشرك والمشركين، طهر أرض الإسلام من الشرك والمشركين. اللهم صن عواصم المسلمين، صن بلدان المسلمين من كل اعتداء عاتم أثيم يا رب العالمين ويا أكرم الأكرمين. اللهم نكس رايات المشركين، نكس رايات المشركين، نكس رايات المشركين. ألف بين قلوب المسلمين، وارفع راية المسلمين، وخالف بين قلوب المشركين، ونكس رايات المشركين. اللهم نكس رايات المشركين. اللهم احفظ المسجد الأقصى السليم، اللهم احفظ المسجد الأقصى السليم، ورده على المسلمين ردا جميلا، ورد على المسلمين أرض الإسلام في مشارق الأرض ومغاربها يا رب العالمين ويا أكرم الأكرمين ويا أرحم الراحمين. اللهم أحينا مسلمين، وتوفنا مؤمنين، وألحقنا بالصالحين. اللهم ثبت أقدامنا، واهد قلوبنا، وبيض وجوهنا، وثقل موازيننا، واشرح صدورنا، وأصلح بالنا، وبلغنا مما يرضيك آماننا. اللهم إن أردت بالناس فتنة فاخفض ما إليك غير فاتنين ولا مفتونين، ولا خزايا ولا محزونين، ولا مغيرين ولا مبدلين يا رب العالمين ويا أكرم الأكرمين ويا أرحم الراحمين. اللهم متعنا بلذة النظر إلى وجهك في الجنة، اللهم لا تحرمنا لذة النظر إلى وجهك في الجنة. اللهم اجمع بيننا وبين نبينا كما آمنا به ولم نره، ولا تفرق بيننا وبين
تدخلنا مدخله، اللهم لا تفرق بيننا وبينه حتى تدخلنا مدخله، وأحينا على سنته، وأمتنا على ملته، واحشرنا في زمرته وتحت رايته، وأورثنا حوضه، واسقنا بيده الشريفة شربة هنيئة لا نظمأ من بعدها أبدا. اللهم اسقنا بيده الشريفة شربة هنيئة لا نظمأ من بعدها أبدا. اللهم إن الأرض قد ضاقت على المسلمين بما رحمت، فاجعل للمسلمين فرجا ومخرجا، اجعل للمسلمين فرجا ومخرجا، اجعل للمسلمين فرجا ومخرجا، اجعل للمسلمين فرجا ومخرجا، اجعل للمسلمين فرجا ومخرجا. اللهم اجعل للمسلمين فرجا ومخرجا، اللهم اجعل للمسلمين فرجا ومخرجا، يا عزيز اجعل للمسلمين فرجا ومخرجا، اجعل للمسلمين فرجا ومخرجا، واجعل آخر كلامنا من الدنيا لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. واقم الصلاة.